ملاحظة ان كمية الافلام اللي فيها عنف مش طبيعية، مش والالعاب كرتون كمان والالعاب اللي يعني بيلعبوها الجيمز، العاب كرتون الافلام اللي في التلفزيون. انا لسه متفرجه امبارح على فيلم في السينما، هو في ايه يا جماعه؟ كل حاجه بقت بعنف فظيع كده، مش ممكن. ما طب الاطفال هتطلع يعني ده كل الافلام كده فعلا، الاطفال هتطلع عادي جدا عندها العنف، عادي جدا تمسك مسدس وتضرب ما شايفه ده قدامها طول الوقت. فاهم موضوع مرعب، انا لسه كنت بفكر في الموضوع ده امبارح. واطفال بيحصل لها حالات نفسيه جامده، يعني انا كان في مره واحده بعتت لي ابن اختها كان بيلعب باللعبه وفي الاخر ان هو لازم كلهم يموتوا او حاجه كده، ان الطفل بقى خايف جدا وبقى مرعوب وبيرسم رسومات كلها خوف. يعني انت اكيد بانك عارفه في الرسم والفن وكده، يعني كلها حاجات اسود، رسومات كلها مخيفه. ايوه ما هو كل ده اللي هم شايفينه، ما ده اللي شايفينه للاسف حاجات فعلا. المشكله ان الموضوع بيزيد، يعني هيعدي كمان تحكم الاهل، ايه اللي يشوفوه وايه اللي مش يشوفوه، لان كل حاجه بقت كده بشكل بشع فعلا. بجد. ربنا يستر على الاجيال اللي جايه دي فعلا. يعني انا شخصيا انا ما بقتش قادره اشوف الافلام من كتر الضرب. انا ما بخشش مثلا افلام رعب، ده قصه تانية يعني. دي بتاثر جدا على الاطفال، يخلوا بالكم قوي ان طفل ما يشوفش فيلم رعب بجد وهو صغير. اطفال ما تستحملش حاجه كده، لان في اهالي مثلا تقول ايه لا انا هخليه يتفرج من هو صغير عشان ايه يجمد كده ويبقى إيه. هو الغلطه ان هو بيخاف اكتر. هو الغلطه اللي احنا بنعملها كمان ان الطفل اللي بيضرب ده او اللي هو طول الوقت عمال يضرب او اخوه، ان احنا بنيجي نزعق له، نقول له لو ضربت هنضربك، فهو بتزيد مشاعر الخوف والقلق عنده اكتر. فهو الفكره ان هو محتاج ان انا اتواصل معاه اكتر، وان انا احاول احتويه واسمعه واشوف اللي جواه عشان اقلل المشاعر دي بقى. فالفكره ان المشاعر بتزيد مش بتقل.